صباح الخير، كيف يمكنني أن أساعدكم؟ نحن هنا للتسجيل في AMEP للاجئين الجدد. هل معك أي وثيقة تعريف، جواز سفر أو إيمي كارد؟ هذه إيمي كارد، شكراً. شكراً. نعم، إنها مؤهلة. مؤهلة ل 510 ساعات من حصص اللغة الإنجليزية المجانية، وتستطيع استخدامها خلال 5 سنوات. والآن نود إجراء مقابلة معها فقط لفحص مستواها في اللغة الإنجليزية، وهي تتكون من القراءة والكتابة والإصغاء والكلام، وتستغرق حوالي نصف ساعة. ما هي جنسيتها؟ بورمية. من بيرما. هل تحتاج إلى رعاية الأطفال؟ لا، لا تحتاج إلى ذلك، لأننا نوفر خدمة رعاية الأطفال مجاناً إذا كانت بحاجة إليها. هل يمكنها أن تأتي الساعة 3 غداً؟ نعم، يمكنها ذلك. سنراك يوم غد، شكراً جزيلاً. هل تريدين الدراسة في الجامعة؟ التمريض أو الطب الحيوي؟ عندما وصلت في البداية إلى أستراليا من مخيم اللاجئين في تايلاند، لم أكن أتكلم بشكل جيد في الواقع، ووجدت أن من الصعب التواصل مع الأستراليين لأنني لم أستطع في الواقع فهم لهجتهم. أريد أن أذهب إلى الجامعة. أنا من سوريا وأنا هنا منذ 6 أشهر. أريد أن أدرس هنا. أريد الذهاب إلى الجامعة. أريد أن تكون لغة الإنجليزية ممتازة. أنا من ماينمار. عندما وصلت لم أكن قادراً على التحدث بالإنجليزية أبداً. أريد أن أحصل على عمل كميكانيكي. هل يحب أحد أن يلعب؟ تعالوا والعبوا لعبة أخرى. أنا لا أشعر بالحزن أبداً لأنني أعيش في أستراليا. أنا من إيران. بعد 9 أشهر تعلمت قليلاً من اللغة الإنجليزية. أنا من حلب في سوريا وأنا أرمني. درست الإنجليزية هنا لمدة 5 أشهر. من المهم جداً أن نتعلم التحدث بالإنجليزية. عندما أقرأ شيئاً أفهمه، لكن مشكلتي هي في الكلام، فقط في الكلام. أنا من سوريا وأرتبط بصداقة مع كثيرين. بعد إنهاء تعلم الإنجليزية سأدرس التمريض أو الطب الحيوي. أتعلم الإنجليزية هنا منذ 7 أشهر. لقد تعرفت على كثير من الأصدقاء من بلدان مختلفة. أحتاج إلى أن أساعد عائلتي. أحياناً تأتينا أوراق من سنترلينك أو جهة أخرى ولا يستطيعون فهمها، فأقوم بالترجمة لهم. عندما أحتاج إلى أن أقول بعض الكلمات بالإنجليزية ولكن لا أعرف كيف لأن لغتي الإنجليزية ليست جيدة. ابنتي وابني تعلما خلال 5 أشهر التحدث بالإنجليزية بشكل جيد جداً جداً. نعم، لكن بالنسبة لي الأمر صعب نظراً لسني. من الضروري أن يتكلم المرء الإنجليزية للعمل. أهم شيء هو تحسين لغتنا الإنجليزية.